السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو دورة حياة تطوير البرمجيات Software Development Life Cycle. دورة حياة تطوير البرمجيات Software Development Life Cycle وباختصار SDLC توفر سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها لتصميم منتج برمجي وتطويره بكفاءة. Software Development Life Cycle provides a series of steps to be followed to design and develop a software product efficiently. إذن دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC هي عبارة عن تسلسل منظم ومحدد جيدا من المراحل stages في هندسة البرمجيات لتطوير منتج البرنامج المقصود. وكذلك تعريف آخر، SDLC هي عملية تتكون من خطوات محددة جيدا تتبعها صناعة البرمجيات لتطوير منتجات برمجية عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء وتكتمل في الوقت والميزانية المقدرة. الأغراض من دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC هي تؤدي إلى برامج جيدة، تقلل المخاطر، تمكين الرؤية والقياس، تمكين العمل الجماعي. في الأدبيات تعرف عدة نماذج من دورة حياة تطوير البرمجيات. هذه النماذج في أغلب المراحل متشابهة إلا أنها قد تختلف في بعض تفاصيل المراحل. من هذه النماذج المراحل هي تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل Identify a problem that needs to be solved، إنشاء خطة لحل المشكلة Create a plan for the problem solution، تصميم البرامج اللازمة للحل Design the software necessary for the solution، تنفيذ البرامج التي تدعم التصميم Implement the software that supports the design، إصدار أو نشر البرامج Release deploy the software، دعم البرامج Support the software. يمكن أن تتداخل المراحل ويمكن أن يكون لها دورات أصغر متداخلة. أيضا نموذج آخر تحليل المتطلبات Requirement Analysis، التخطيط Planning، التصميم هندسة النظام Designing System Architecture، الترميز وهنا مقصود البرمجة تطوير البرمجيات Coding Software Development، الاختبار ضمان الجودة Testing Quality Assurance، النشر Deployment، التشغيل والصيانة Operation and Maintenance. وكذلك نموذج آخر التواصل Communication، جمع المتطلبات Requirement Gathering، دراسة الجدوى Feasibility Study، تحليل النظام System Analysis، تصميم النظام System Design، الترميز وهنا المقصود البرمجة Coding، الاختبار Testing، الاندماج أو التكامل Integration، التنفيذ التطبيق Implementation، التشغيل والصيانة Operation and Maintenance، التصرف Disposition. أيضا يمكن تحديد مراحل تطوير المنتج باختصار كما يلي: تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل، إنشاء خطة لحل المشكلة، تصميم البرنامج اللازم للحل، تنفيذ البرنامج الذي يدعم التصميم، إصدار نشر البرنامج، دعم البرنامج. كما لاحظنا يقسم SDLC العملية الكاملة لتطوير البرامج إلى خطوات مختلفة ومنفصلة، مما يتيح للمطورين التركيز على كل خطوة على حدة للتوصل إلى حل أفضل لتحقيق هدف الجودة العالية والفعالية من حيث التكلفة والوقت. أثناء العمل في منتج واحد طويل قد يفقد المطور التركيز على التفاصيل الصغيرة ويفوت فرصة التحسين، لكن تقسيم العملية إلى خطوات صغيرة يساعد المطور في الحفاظ على التركيز أثناء العمل. سأتعرض لهذه المراحل بشيء من التفصيل وسأأخذ النموذج التالي: تحليل المتطلبات، التخطيط، التصميم هندسة النظام، الترميز تطوير البرمجيات، الاختبار ضمان الجودة، النشر، التشغيل والصيانة. في البداية Requirement Analysis، تحليل المتطلبات. في هذه المرحلة يطلب من العميل تقديم متطلبات المشروع، وقد يتضمن ذلك ما يفترض أن يقوم به المنتج البرمجي أو معلومات أخرى ذات صلة. وقد تتضمن هذه المتطلبات أيضا الأجهزة أو الموارد اللازمة لإكمال المشروع. بعد تلقي جميع المعلومات الضرورية من المستخدم يتم وضعها رسميا في مستند يسمى مواصفات متطلبات العمل Business Requirement Specification أو باختصار BRS. يوفر هذا المستند
نظرة عامة كاملة على العمليات التجارية ومتطلبات العميل. بعد الانتهاء من هذا المستند يتم تحليل متطلبات العميل وإعداد مستند جديد يصف المستند الجديد التغييرات الكاملة للمنتج التي يتوقعها العميل. يطلق على هذا المستند الجديد مواصفات متطلبات النظام System Requirement Specifications SRS. يشار إليه أيضا باسم المستند الرئيسي نظرا لأن جميع التخطيط والتطوير المستقبلي متجذر في محتويات هذا المستند. المرحلة التالية التخطيط. في هذه المرحلة يتم وضع خطة شاملة لتحقيق الهدف. تتضمن هذه الخطة اختيار التكنولوجيا أو المنصات التي تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات المنتج بالإضافة إلى جميع المعدات أو الأجهزة اللازمة. يتم اختيار الأشخاص ذوي المهارات المناسبة وتشكيل فريق مع التسلسل الهرمي ومسؤوليات كل عضو. يتم حساب تكلفة الموارد المطلوبة لتحديد ما إذا كانت هذه الخطة مجدية ماليا. بعد إكمال النقاط الرئيسية للخطة يتم وضع جدول زمني مفصل مع معالم تحدد الإطار الزمني للإكمال. عادة ما يتم التخطيط للجدول الزمني للمشروع للحفاظ على التوازن بين أداء الفريق ووتيرته. يساعد ذلك في الحفاظ على معدل جيد وتحقيق جميع الأهداف في الوقت المحدد. المرحلة التالية التصميم هندسة النظام Designing System Architecture. في مرحلة التصميم يتم إعداد مستندات تصميم النظام والبرمجيات وفقا لوثيقة مواصفات المتطلبات. هناك نوعان من وثائق التصميم التي يتم تطويرها في هذه المرحلة: التصميم على المستوى High Level Design والتصميم منخفض المستوى Low Level Design. في التصميم على المستوى High Level Design أو باختصار HLD يتم وصف موجز لكل وحدة موجول وتسمية كل وحدة، مخطط تفصيلي حول وظيفة كل وحدة، علاقة الواجهة والتبعيات بين الوحدات، تحديد جداول قاعدة البيانات جنبا إلى جنب مع عناصرها الرئيسية، مخططات معمارية كاملة جنبا إلى جنب مع تفاصيل التكنولوجيا. أما في التصميم منخفض المستوى وباختصار LLD يتم تحديد المنطق الوظيفي للوحدات موجولز، جداول قاعدة البيانات والتي تتضمن النوع والحجم، التفاصيل الكاملة للواجهة، معالجة جميع أنواع مشكلات التبعية Dependency Issues، قائمة رسائل الخطأ Listing of Error Messages، الإدخال والإخراج الكامل لكل وحدة Complete Input and Output for Every Module. في مرحلة هندسة النظام يحدد المطورون لغة البرمجة الأفضل للمهمة الفردية والعمل الشامل وخوارزميات البرنامج، وكذلك اختيار ممارسات الصناعة المختلفة واستخدام المكتبات Libraries والقوالب Templates. المرحلة التالية الترميز تطوير البرمجيات Coding Software Development. هنا الترجمة الترميز إلا أن المقصود هو البرمجة. تعرف هذه الخطوة أيضا بمرحلة البرمجة. يبدأ تنفيذ تصميم البرنامج من خلال كتابة كود البرنامج بلغة البرمجة المناسبة وتطوير برامج قابلة للتنفيذ خالية من الأخطاء بكفاءة. بناء على حجم المشروع إما أن يكتب مطور واحد أو فريق برنامجا للتطبيق. في حالة وجود مطورين متعددين يتم تحديد مهام مختلفة داخل التطبيق ويتم تعيين مهمة لكل مبرمج. يسمح تطوير المهام بشكل منفصل بمزيد من التوافق مع برامج المهام الأخرى. أثناء عملية البرمجة يواجه المطورون أخطاء مختلفة وتستهلك هذه الأخطاء أحيانا الكثير من الوقت، حيث أن الترميز الطويل أو البرمجة يجعل من الصعب عادة اكتشاف الأخطاء، وتستخدم أدوات تصحيح أخطاء مختلفة لمساعدة المطورين في العثور على الخلل أو الأخطاء. وإذا تم إعداد التصميم بطريقة مفصلة ومنظمة فإن عملية البرمجة أو تطوير الترميز تكتمل بجهد أقل وفي وقت أسرع. المرحلة التالية Testing Quality Assurance، الاختبار ضمان الجودة. بمجرد تطوير التطبيق بالكامل يتم اختباره وتقييم أداء التطبيق. يتم الإشارة إلى الأخطاء والمشاكل في المنتجات مع تتبع هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة والاختبار من جديد. هذه عملية تكرارية حيث يتم اختبار التطبيق
بشكل متكرر من قبل مهندسي ضمان الجودة حتى يتم الانتهاء أو القضاء على جميع المشكلات. تؤدي التطبيقات التي تم اختبارها بشكل سيء إلى إنشاء عملاء غير راضيين والذين سينتقلون بسرعة إلى شركة ومنتجات مختلفة. يتم إجراء اختبار البرمجيات أثناء كتابة التعليمات البرمجية بواسطة المطورين، ويتم إجراء اختبار شامل بواسطة خبراء الاختبار على مستويات مختلفة من التعليمات البرمجية، مثل اختبار الوحدة Module Testing، اختبار البرنامج Program Testing، اختبار المنتج Product Testing، والاختبار الداخلي In-House Testing، واختبار المنتج عند نهاية المستخدم Testing the Product at User's End. يعد الاكتشاف المبكر للأخطاء وعلاجها هو مفتاح البرمجيات الموثوقة. وهنا مناسب إدراج قانون بويام الأول، بويامز First Law. في محور الزمن لدينا Requirement, Design, Code, Test, Failed، وفي المحور Y لدينا التكلفة Cost. كما تلاحظ التكلفة تزداد مع التقدم في المراحل، وهذا يعني أن تكلفة تصحيح الأخطاء التي لم تكتشف في المراحل الأولى سيكون عالي. ونص القانون Errors are most frequent during requirements and design activities and are more expensive the later they are removed. تحدث الأخطاء بشكل متكرر أثناء متطلبات وأنشطة التصميم، وتكون تكلفة إزالة هذه الأخطاء لاحقا عالية. وهذا يعني أنه يجب التركيز على المراحل الأولى ويجب تنفيذها بدون أخطاء. الأخطاء في هذه المراحل ستحتاج من الممكن إلى إعادة المراحل ومن الممكن من البداية. المرحلة التالية النشر Deployment. بمجرد انتهاء مرحلة اختبار البرنامج وعدم وجود أخطاء أو ثغرات في النظام، تبدأ عملية النشر النهائية. بناء على الملاحظات التي يقدمها مدير المشروع، يتم إصدار وفحص البرنامج النهائي بحثا عن مشكلات النشر إن وجدت. في هذه المرحلة يتم توفير البرنامج للاستخدام العام. The software is made available for public use. يمكن أن تكون عملية النشر بسيطة أو معقدة بناء على طبيعة التطبيق. تقوم بعض الشركات بتحميل إعداد التطبيق على موقعها الإلكتروني وإتاحة التطبيق أو المنتج للشراء والتنزيل. في بعض الأحيان لا يتم إصدار المنتج بالكامل، بل يتم إصداره على شكل أجزاء. من خلال إصدار خيارات محدودة تحصل الشركة على فكرة عن السوق والاستخدام، وكذلك يحصل المستخدم على فكرة عن إمكانيات المنتج. المرحلة التالية التشغيل والصيانة Operation and Maintenance. بمجرد نشر النظام وبدء العملاء في استخدام النظام المطور، قد تحدث أحد الأنشطة التالية: إصلاح الأخطاء. يتم الإبلاغ عن الأخطاء بسبب بعض السيناريوهات التي لم يتم اختبارها على الإطلاق. الترقية Upgrade، ترقية التطبيق إلى الإصدارات الأحدث من البرنامج. التحسين Enhancement، إضافة بعض الميزات الجديدة إلى البرنامج الحالي. دور هذه المرحلة التشغيل والصيانة هو إبقاء التطبيق محدثا وتحسينه لضمان جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم. كانت هذه نظرة سريعة ومكثفة على المراحل المختلفة في دورة حياة تطوير البرمجيات. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.